ضعينا في تفاصيل انطلاق الحملة الانتخابية لانتخاب رئيس الجمهورية في تونس. تحياتي. نعم، تنطلق اليوم الحملة الانتخابية في تونس وتستمر إلى 4 أكتوبر القادم، ويكون يوم 5 أكتوبر يوم الصمت الانتخابي، ويوم 6 أكتوبر هو يوم الاقتراع. طبعا ينتهي الصمت الانتخابي بإغلاق آخر مكتب اقتراع في تونس. هذه هي بالنسبة للداخل. منذ أيام انطلقت الحملة الانتخابية في خارج البلاد. اليوم قرر العياشي زمال، وهو أحد الثلاث المقبولين لدخول هذا السباق الرئاسي، زهير المغزاوي، قرر اليوم بدء حملته الانتخابية من ولاية الكاف شمال غرب البلاد. فيما يتعلق بقيس سعيد، لم يعني يتضح بعد متى وأين سيبدأ حملته الانتخابية، ولكن المرجح أنه سيبدأها من أحد الأحياء الشعبية أو من أحد المناطق الداخلية في تونس. بالنسبة للعياشي زمال، وهو الآن في السجن بتهم تتعلق بتزوير التزكيات، ما زالت يعني لم تتضح بعد وضعيته، ولكن حملته الانتخابية تبدأ اليوم من العاصمة التونسية. وفيما يتعلق أيضا بالانتخابات، كانت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات قد رفضت ترشح 3 مترشحين، وهم عبد اللطيف المكي، المنذر الزنيدي، وأيضا عماد الديمي، وكان هناك رفض لعدد إعادة هؤلاء للسباق الرئاسي. وبالأمس خرجت مسيرة، يعني البعض يحتج على قرارات هيئة الانتخابات فيما يتعلق بهذه القرارات ورفض إعادة هؤلاء المترشحين للانتخابات الرئاسية، وأيضا للمطالبة بإطلاق سراح بعض الموجودين في السجن بتهم تتعلق ب يعني مشكلات وتهم تتعلق بتدوينات على وسائل التواصل الاجتماعي. في تونس أيضا كان هناك تصريح لهيئة الانتخابات تقول بأن يعني ردا على هؤلاء الرافضين لإعادة من يعني رد على من رفضوا قرارات الهيئة الانتخابات فيما يتعلق بمن رفضت إعادتهم إلى السباق الانتخابي، قالت هيئة الانتخابات إنها ترفض إعادة كل من تتعلق به شبهة تزوير التزكيات الشعبية أو من يتحصل أيضا على لديه أيضا جنسية أخرى، أو من قدم بيانات مغلوطة وحاول يعني مغالطة هيئة الانتخابات بتقديم ملف فيه وثائق غير رسمية غير يعني قانونية. أيضا هيئة الانتخابات كانت قد رفضت اعتماد بعض منظمات المجتمع المدني، من بينها مراقبون وأنا يقظ، وقالت هيئة الانتخابات أن هؤلاء من رفضت قبول اعتماداتهم تتعلق بهم شبهات تمويل أجنبي. نعم نسرين. نعم، أنا أشكرك جزيل نسرين المضاني، مراسلة قناة الأخبار، لعدد التفاصيل المهمة للانتخابات الرئاسية في تونس. شكرا جزيلا لك.